الابن اللي عنده الاصل والابن العاق وتعامل سوسو مع ده ومع ده. اول ما مسكتي الورق اول حاجه جت في دماغك ايه؟ ايه التحدي اللي شفتيه في شخصيه زي دي؟ انه شخصيه جديده تماما، وان انا هبقى اول فنانه تقدمها على الشاشه. فانا دايما ببحث عن الجديد، ويمكن ببعد فترات طويله لان انا مش عايزه اكرر نفسي ولا اعمل ادوار تقليديه، فببحث عن ادوار غير عاديه. فهتلاقي مثلا ده الزهايمر ما حدش عمله من كل النجمات. اخر عمل ليا مثلا كان بطلوع الروح، كان عظيم، زعيمه لداعش، يعني قائد كتيبة نسائية محاربة في داعش، برضو دور عمره ما اتعمل. فأنا بقعد أبحث عن الموضوعات اللي هي مش تقليدية ومش مكررة وجديدة، ويبقى موضوع ليه تأثير جامد على المجتمع، يعني بيفيد الناس بحاجة.